بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آخر درس في كتاب النحو هو درس النسب. بداية، ما هو النسب؟ النسب هو إلحاق ياء مشددة، ياء بشرط أن تكون مشددة، بآخر الاسم المعرب. والاسم المعرب هو الذي تتغير حركته بتغير موقعه من الإعراب وكسر ما قبلها. بمعنى، الكلمة التي تنتهي كالمسرحي بياء، أي هياء مشددة، ما قبلها الحاء مكسورة، المسرحي هو اسم منصوب. أول سؤال على هذا الدرس هو استخرجي من النص السابق اسما منصوبا. انتبهي لملحوظة مهمة جدا عند الاستخراج. عند استخراج الاسم المنصوب لابد أن ينتهي بياء. بداية لابد أن أبحث عن كلمة اسم طبعا تنتهي بياء، يعني خططناهم عن هذول الشروط بالكتاب. اكتبيهم عندك. واحد، أن تنتهي بياء شرط أساسي. اثنين، هذه الياء شرط أن تكون مشددة، شرط يعني ياء غير مشددة هو ليس اسما منصوبا. شرط ثالث، أن تكون هذه الياء المشددة زائدة. بمعنى مثلا نص ورد فيه كلمة نبي، هل نبي اسم منصوب؟ بشوف هل انتهت بياء؟ نعم ياء. هل هي مشددة؟ نعم، هي أول شرط وثاني شرط. الثالث، هل هي زائدة؟ لو جربت أحذفها بتصير نب، جملة يعني كلمة غير تامة المعنى. إذن الياء ليست زائدة، إذن الياء المشددة ليست زائدة، لذلك فهي ليست اسما منصوبا، يعني ما بستخرجها كاسم منصوب. تبين لهاي النقطة، ياء هي ومشددة وشرط أن تكون زائدة. أما في كلمة وطني مثلا، فالياء المشددة زائدة، لذا فهي اسم منصوب. نشوف وطني تنتهي بياء، تمام، الياء مشددة، تمام. لو حاولت أحذفها بتصير وطن، هي أصل كلمة وطن، فأنا نسبت للوطن فقلت وطني، كلمتان مثل المعنى، فالياء زائدة، فإذا هو اسم منصوب. تبي لهذه الملحوظة. في النسب هنالك طرفان للتشبيه، عفوا للنسب، فطرفان النسب هما الاسم المنسوب والاسم المنسوب إليه. بمعنى عندي كلمة المسرحي، أول إشي هل المسرحي اسم منسوب؟ نشوف، تنتهي بياء، نعم، مشددة، نعم. هل هذه الياء المشددة زائدة؟ نحاول نحذفها بتصير المسرح، تمام، إذن الياء مشددة وزائدة، إذا فهو اسم منسوب. الطرفان هما الاسم المنسوب والمنسوب إليه. الاسم المنسوب اكتبيها عندك توجيهي، هي الكلمة بعد ما أضفت لها ياء النسب، يعني كلمة بصورتها النهائية، الاسم المنسوب الكلمة مع ياء النسب. الاسم المنسوب إليه قبل ما أحط لها ياء النسب، يعني لما بحذف الياء النسب شو بتصير؟ المسرح، هي المسرح، هي اسمها المنسوب إليه. مثال آخر، عربي، ياء مشددة زائدة يبقى اسم منسوب. هاي الكلمة عربي مع وجود الياء المشددة هو الاسم المنسوب. المنسوب إليه باختصار بحذف الياء المشدد فبتصير عرب، يعني نسبته إلى العرب فقلت عربي، نسبته إلى المسرح فقلت مسرحي. الآن ما الغاية من النسب؟ الإيجاز والتخصيص. يعني بدل ما أقول مثلا أنا شخص ينتمي إلى العروبة وكذا بقول أنا عربي، باختصر. بدل ما أقول أنا شخص ينتمي ويعيش في الأردن وينتمي إلى الأردن وأنا شخص من المواطنين الأردنيين وإلى آخره، أقول أنا أردني، فاختصرت كل هذا الكلام بكلمة اللي هي النسب. إذن قبل ما نبلش بتفاصيل قواعد النسب خلينا نتذكر مع بعض. الاسم المنسوب هو اسم تلحقه ياء رقم واحد، اثنين مشددة، وطبعا ما قبلها دائما، هاي رح نستخدمها كمان شوي، دائما ما قبل هذه الياء مكسور دائما، وهذه الياء زائدة. عند استخراج الاسم لابد أن أبحث عن اسم ينتهي بياء مشددة زائدة. للنسب طرفان، الاسم المنسوب يعني هو بصورته بعد ما أضفت له ياء النسب، المنسوب إليه كيف كان قبل ما أحط له ياء النسب. غاية من النسب الإيجاز والتخصيص. بسم الله نبدأ بقواعد النسب. بتمنى توجيهي وانت عم تحضري بالحصة يكون معك ورقة أو قلم، وكل كلمة بكتبها بعد ما أشرح المثال عليها بتوافي التسجيل، بتحلي على الأمثلة اللي ما أعطيتكيها، بعدين بتصححي مع التسجيل. الاسم المختوم بتاء التأنيث، كلمة تنتهي بتاء التأنيث مثل مدرسة، جامعة، ثقافة، صناعة، إلى آخره. شو بنعمل؟ بس باختصار تحذف تاء التأنيث بس. يعني هي أنا حاطت لك كلمة مدرسة، شايفة هاي التاء؟ أنا شو حط عليها؟ حذفتها، فبتصير مدرس، هيها مدرس.
زائد الياء المشدد اللي أنا جبتها ياء النسب، فبتصير مدرة سي. لاحظوا هون كسرة هيها على السين، فبتصير مدرة سي، لأنه إحنا قلنا إنه عفوا إحنا قلنا إنه ما قبل ياء النسب يجب أن يكون مكسورا. تمام، مرة أخرى، إذا الاسم انتهى بتاء بس بحذف التاء، بس هي حذفت التاء صارت مدرس، زائد الياء صارت مدرة سي. شايف الكسرة اللي على السين هاي؟ بدنا نضل نعيدها طول الوحدة أو طول الدرس، فانتبهي لها. هلأ بتمنى تحليهم لحالك. جامعة بس بحذف التاء فبتصير جامي عي، الكسرة أنا حطيتها. ثقافة حذفت التاء وكسرت ما قبل الياء، ثقا في. صناعة صنا عي، حذفت التاء، يعني لاحظوا كل الكلمات تنتهي بتاء، فأنا شو عملت؟ بس حذفت التاء. ما قبل الياء هاي عفوا ما بعد الياء هاي الكسرة بكل الدرس ما رح تتغير، فرح كمان شوي نبطل نعيد، رح تصير خلص إشي بديهي بالنسبة لنا. صناعة حذفت التاء هيها، حطيت ياء مشددة وكسرت ما قبلها، صناعة عي. سياسة حذفت التاء هيها ياء مشددة وكسرت ما قبلها فأصبحت سياسي. أول سؤال توجيهي حكيناه بهذا الدرس هو استخرجة، أكيد 100% سؤال استخرجة. السؤال الثاني أنسبة، بجيك كلمة مثلا جامعة، بتمنى تلخص الأسئلة عندك، حكينا واحد استخرج، اثنين انسبي إلى الكلمات الآتية، بجيب لك جامعة لحالك، بتحذف التاء بتحط كسرة على ما قبل الياء. السؤال الثالث اللي وارد جدا بهاي الوحدة عللي، هو بيعطيك إياها بعد ما نسبناها ولماذا نسبناها بهذه الطريقة. فمثلا عللي، ننسب إلى مدرسة فنقول مدرسي، يعني السؤال لماذا نسبت إلى المدرسة بهذه الصورة؟ لما انتبهي مع توجيهي، كل سؤال فيه علّلي كأنه عم بقول لك ما هي القاعدة التي طبقتها هنا، هيك شو القاعدة اللي كنت اشتغلنا عليها. فببساطة بطلع على مدرسة بقول اسم مختوم بتاء التأنيث، تمام أنا حافظة أنه الاسم المختوم بتاء التأنيث تحذف تاءه عند النسب، حلو. شو بقول؟ الاسم اللي هو مدرسة، هي مدرسة الاسم مختوم بتاء التأنيث، شو عملنا؟ فتحذف تاءه عند النسب أو تاء التأنيث عند النسب. شايفي هاي اللي باللون الأخضر؟ هاي القاعدة اللي أنا اشتغلت عليها هون، اللي بالأسود بدها تكون ثابتة لكل الدرس، ويضاف له ياء مشددة اللي هي النسب ويكسر ما قبلها. اللي بالأسود رح أظني أعيدها فما حتتغير، أنا عم عملت اللي بالأخضر هو اللي بيتغير. مرة أخرى كان عم أقول لك ما هي القاعدة التي طبقناها في هذا المثال؟ لماذا نسبنا إلى مدرسة فقلنا مدرسي؟ الاسم ينتهي بتاء التأنيث، والقاعدة بتقول لي عند النسب تحذف تاء التأنيث، فحذفناها. شو أضفنا بدالها؟ ياء مشددة، وما قبلها حركته دائما مكسور. إذا القاعدة الأولى الاسم المختوم بتاء التأنيث تحذف تاء التأنيث عند النسب. ثانياً، الاسم الثلاثي المكسور العين تفتح عينه، شو يعني؟ ما لك ثلاثي هيها فاعل، لاحظ الحرف الثاني اللي هو يقابل فاعل، يقابل عين الكلمة، صح؟ شو حركته؟ كسرة، حولها لفتحة، بس كسرة لفتحة، هيو ما لك بتصير ما لا كي، يعني بس أنا شو عملت؟ لا حذفت ولا إشي، خليتها زي ما هي. تبهي معي لهاي، أنا هاي أيوة الكسرة هاي حولتها لفتحة هون، وضفت ياء النسب، وأكيد ما قبل ياء النسب دايما كسرة. كبد عوزن فاعل، هيها العين مالها مكسورة، هيها مكسور العين، هيها فاعل، هاي الكسرة بحولها لفتحة فبتصير هي كبد، بتصير كبد، والياء المشددة وما قبلها مكسور. القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة الاسم الممدود، تذكر توجيهي أخذناه بالإعلال بالتفصيل، بس هيك أمر عليه مرور سريع، بس بتمنى كمان ترجع إلى درس الإعلال عشان نشوف الهمزة. بداية الاسم الممدود هو الاسم الذي ينتهي بألف وهمزة، باللغة العربية أي اسم آخر ألف وهمزة بسميه اسم ممدود. هاي الهمزة أول توجيهي، هاي الهمزة خلينا هيك نحطها، هاي الهمزة تختلف قاعدة النسب حسب نوع هاي الهمزة، فبقول لك ينسب إلى الاسم الممدود بحسب الهمزة، بحسب نوع الهمزة. تتذكري بالإعلال بالتفصيل أخذنا أنواع الهمزات، بس رح نرجع نعيدهم هون سريعاً، وإذا رجعتي لدرس الإعلال رح تلاقي كمان بالتفصيل موجود. خلينا نتذكرهم هون. كيف نحدد نوع الهمزة؟ نحدد نوع الهمزة في الاسم الممدود تحديده يعتمد على الجذر. برجع الكلمة اللي بآخرها ألف وهمزة للجذر. إذا هذا الجذر انتهى بهمزة فالهمزة أصلية. برجع بذكرك إنه بالإعلال موجود بالتفصيل مع أمثلته، فارجع برضه للإعلال شوف الأمثلة اللي كتبناها بالتفصيل. إذا انتهى الجذر بهمزة فالهمزة أصلية، هاي بيكون أنا عرفت نوع الهمزة إنها
أصلية. كيف عرفنا؟ إذا انتهى الجدر بهمزة. بهمزة يعني الهمزة أصلية. مثال، عندي كلمة ابتداء. ابتداء اسم ممدود لأنه بنتهي بألف وهمزة. طيب بدي أشوف شو نوع الهمزة، بقول شو جدر ابتداء؟ جدرها بدأ، بدأ. شو آخر حرف عندي؟ همزة. قاعدة بتقول لي إذا الجدر انتهى بهمزة فهي الهمزة بسميها أصلية. إملاء، ما جدرها؟ ملاء. انتهت بماذا؟ بهمزة. مرة أخرى، إذا الجدر انتهى بهمزة فهذه الهمزة أصلية، لأن أنا غربلت الكلمة وظلت الهمزة موجودة بالكلمة، إذن هي من أصل الكلمة ما قدرت أحذفها. طيب جيت أنا أخذت جدر الكلمة، لقيت إنه الجدر ينتهي عندي بحرف علة، ينتهي عندي بحرف علة، عندها تكون الهمزة نوعها منقلبة، بسميها منقلبة. هلا ما بيعنيني هون منقلبة عن واو أو عن ياء، بس هي منقلبة. بالإعلال كان بيفرق معي، هون لا. قضاء، جدرها قضايا، مش قضى يقضي، قضايا. لاحظي إنه آخر حرف ياء، بما إنه آخر حرف ياء إذن شو نوع الهمزة؟ منقلبة. صفاء، من صفاء يصفو، هيها صفوة، من صفاء يصفو، آخرها واو. لاحظي معي توجيهي، قضايا آخر حرف ياء يعني علة، صفوة آخر حرف واو يعني علة. القاعدة تقول إذا انتهى الجدر بحرف علة فهي همزة منقلبة. نروح للنوع الثالث، إذا لم يكن الجدر من النقطتين السابقتين، شو يعني؟ يعني لا خلص بهمزة ولا خلص بحرف علة، يعني يمكن يكون خلص بحرف صحيح مثلاً شو مكان، فالهمزة هنا زائدة. مثل حمراء، جدرها حمراء، حمراء. هل الراء مش همزة ومش حرف علة، إذا لا هي أصلية ولا منقلبة، شو ظل معي؟ زائدة. خنساء، جدرها خنسة، انتهت الجدر بحرف السين، السين مش همزة إذا ما بقدر أحكي عنها أصلية، والسين ليس حرف علة فما بقدر أحكي عنها منقلبة. طب شو ظل عندي؟ زائدة. توجيهي هذا هذا المربع جدا جدا مهم، لأنه إذا ما عرفنا نطلع نوع الهمزة ما راح نشتغل أبدا أبدا على اللي بدي أحكي كمان شوي. انتبهي له، إذا مش متمكن عندك أمور المربع هذا من درس الإعلال فبتمنى ترجعي من هون. طيب هلأ بنرجع للأصل، إحنا عرفنا نطلع أصل الهمزة، على أساسها نشتغل. ينسب إلى الاسم الممدود بحسب الهمزة، شو يعني؟ نشوف، إذا كانت الهمزة زائدة تمام تقلب إلى واو، هاي إذا نحفظ الحفظ زي اسمنا، تقلب الهمزة إذا كانت زائدة إلى واو. شو يعني؟ خليك نكبر شوي كمان شوي. تقلب إلى واو. حمراء، هيك لحالك بتكتب هيك على جنب، بتقول شو جدر حمراء؟ حمراء، ممتاز. إذن حمراء جدرها لا هو بينتهي بهمزة ولا هو بينتهي بحرف علة، إذن هي لا أصلية ولا زائدة، إذن شو نوعها؟ منقلبة. قاعدة بتقول لي ولخصية زي ما تعودنا بدرس الإعلال مثلاً والتصغير، إنه الأشياء الصرف من دائماً بنشتغل على مبدأ التلخيص. الهمزة زائدة فتقلب إلى واو. هلأ هاي الهمزة أنا حذفتها، شو حطيت بدالها؟ واو. حمراء صارت حمراء وي. هاي الواو من وين جبتها؟ هاي الواو مقلوبة عن هاي الهمزة، تمام توجيهي؟ هاي الواو بدل الهمزة. وطبعاً ياء النسب، كل درسي على ياء النسب، وما قبل ياء النسب إحنا خلص حفظنا إنها مكسورة، حركته كسرة، صارت حمراء وي. صحراء، من صحراء، يبقى الهمزة زائدة. الهمزة شو تقلب هون؟ تقلب لواو، فبتصير صحراء وي. هيها كمان مرة، هاي الواو بدل الهمزة، قلبت من الهمزة وجبت عندي ياء مشددة وكسرة ما قبلها. خنساء، من خنسة، فالهمزة زائدة، لأنه الهمزة زائدة تقلب لواو. خنساء، هاي الهمزة هاي حذفتها، شو حطيت بدالها؟ حطيت بدالها قلبتها لا واو، مش حذفتها، قلبتها إلى واو، بعدين جبت الياء المشددة تمام وكسر ما قبلها. خلي لو قال لي استخرجي، بقى بستخرج خنساوي، صحراوي، حمراوي. إذا قال لي انسبي إلى صحراء مباشر، أنا بقى أول ما أشوف يا توجيهي كلمة تنتهي بألف ممدودة يعني ألف وهمزة، قبل ما أبلش حل مباشرة بسأل نفسي بيني وبين حالي ما نوع الهمزة، على أساس نوع الهمزة أنا بشتغل، غير هيك مستحيل تعرف تشتغلي. بقول جدرها صحراء، تمام صحراء، يبقى الهمزة زائدة، خلص أنا بكون حافظة أنه زائدة تقلب لواو. طب لو قال لي عللي، ننسب إلى حمراء فنقول حمراوي. عللي يعني بمعنى آخر احكي لي هاي القاعدة، اسم ممدود هو هيها قاعدة، الاسم ممدود رقم 2 الهمزة زائدة، هي الهمزة زائدة، ما هنا زائدة شو حكينا نعمل؟ تقلب إلى واو، تقلب إلى واو، واللي بالأسود اللي ثابت يضاف لها ياء مشددة ويكسر ما قبل
الياء. طب لو كانت الهمزة أصلية زي إملاء، زي إقراء، زي إنشاء، شو بنعمل؟ زي ابتداء، تبقى الهمزة عند النسب، هاي أصلية ما بقدر أشتغل فيها ولا بقدر أغيرها، يعني هاي الهمزة لها وزنها بالجذر، فما حدا بيقدر يعمل فيها أي إشي ولا يغير فيها أي إشي، فتبقى الهمزة عند النسب أصلية، إذا ضلت بالجذر بتهضرها عند كل شغلي، أنا ما بقدر أشتغل فيها أبداً، تبقى الهمزة عند النسب بس ابتداء ولا إشي بغير، ما بشيل ولا إشي بس بحط الياء المشددة، طبعاً بده يتغير رسم الهمزة، ابتداء أي الياء المشددة أنا جبتها وكسر ما قبلها، إملاء نفس ما هي ما عملت فيها إيش بس حطيت زائد ياء مشددة إملائي، إقراء إقراء أي ما تغير أبدا عليها إشي، عللي ننسب إلى ابتداء فنقول ابتداء أي، الاسم ممدود هيها رقم واحد اسم ممدود بروح لنوع الهمزة هل هي زائدة؟ لا الهمزة أصلية، الهمزة أصلية في القاعدة بتقولي بالهمزة الأصلية تبقى الهمزة عند النسب، تبقى الهمزة عند النسب هي أبقناها على حالها ويضاف لها كالعادة ياء مشددة ويكسر ما قبل الياء. طيب صبايا بس خلينا هيك نراجع معلومات قبل ما نروح للنوع الثالث. إذا كان عندي اسم ممدود بسأل نفسي، أنا عم بسألك هلا حاول تجاوبي وأنت عم تسمعي التسجيل، ما معنى اسم ممدود؟ يعني ينتهي بألف وهمزة. حلو، حتى أنسب للاسم الممدود أول خطوة بعملها أبحث عن نوع الهمزة. حلو، كيف أبحث عن نوع الهمزة؟ برجع للجذر بشوف إذا الجذر بنتهي بهمزة أصلية بنتهي بحرف علة منقلبة، لا هاي ولا هاي زائدة، هل هذا بصف الباقي حفظ هلا؟ إذا فهمت الفكرة بدك تحفظي هلا القاعدة، إذا كانت الهمزة زائدة بدي أقلبها لواو، إذا كانت أصلية خلاص أصلية ما بقدر أعمل فيها فبخليها زي ما هي، طب إذا كانت منقلبة وقتها القاعدة بتقول لي يجوز قلبها لواو ويجوز إبقاؤها على حالها، يعني هاي صح وهاي صح، شو يعني؟ نشوف الهمزة المنقلبة، منقلبة يعني لما رجعت للجذر كان حرف علة، يجوز قلبها واواً، عملنا الخطوة الأولى زي الزائدة ما عندي مشكلة، أبقيتها على حالها زي الأصلية ما عندي مشكلة، تنتين صح. مثال صفاء، أول خطوة توجيهية بالامتحان لما بقولك انسبي لكلمة صفاء شو بتعملي؟ تقولي شو جذر صفاء؟ من صفاء يصفو، إذا جذرها صفاء و صفاء و، هلا هون مفتاح الحل، اذا انت ما عرفتي صفوة مستحيل تعرفي تشتغلي، جذرها صفوة، طب تمام اخر حرف واو، الواو ماله عله، حلو ما دام عله يبقى الهمزه منقلبه خلاص الباقي حفظ، يجوز قلبها لواو هيها صفاء اللي هي صفاء هاي الهمزه هيها هاي الهمزه بس احط لك اياها هيك عشان تميزيها، هاي الهمزه قلبتها هون لشو لواو هيها صارت صفاوي، او خليتها صفاء وضفت لها الياء صفائي، هاي صحيحة وهاي صحيحة، سخاء من سخاء يسخو سخوة إذن همزة منقلبة، سخاء أي أبقيت الهمزة على حالها صحيحة قلبتها لواو 100% صحيحة، بس أنا نسيت أحط لها بس بدون شدة كل جواب غلط، راحت علينا العلامة هون بدون شدة، قضاء من قضاء يقضي يعني قضايا قضاء أي صحيحة خليتها على حالها زي ما عملت الأصلية، قضاوي زي ما عملت الزائد 100% جوابي صحيح، نروح لعللي ننسب إلى صفاء فنقول صفاء أي أو صفاوي، عللي يعني كأنه بعمل لك القاعدة، أول خطوة بقول الهمزة الاسم ممدود، شو يعني ممدود؟ يعني بنتهي بألف وهمزة، والهمزة منقلبة كيف عرفت أنها منقلبة؟ لما رجعتها لصفاء يصفو صفوة إذن جذرها صفوة يبقى الهمزة منقلبة، هلأ شطارتك أنت تطلعي هاي وهاي تمام؟ الباقي حفظ، أنا حافظة أنه همزة منقلبة فقاعدتها يجوز قلبها واوا أو بقاؤها عند النسب هيها، ويضاف لها ياء مشددة ويكسر ما قبل الياء اللي هي إحنا متفقين عليها هاي. كيف نحدد نوع الهمزة عملناها؟